يوما بعد يوم يتدفق 700 إلى 1000 سوري على مخيم دوميز في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق، حيث بلغ عددهم 23,000 وفقا لأحدث أرقام حكومة الإقليم. الزيادة المفاجئة في أعداد اللاجئين شكلت ضغطا على الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية التي تقدمها حكومة كردستان ومفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمي. إن هذه الجهود لا تكفي لغرض أنه في الفترة الأخيرة ازدادت عدد العوائل الواصلين، فهنا يحتاج التدخل إنساني سريع من المجتمع الدولي لاستجابة للحالة الإنسانية في دوميز. الزيادة المفاجئة في أعداد اللاجئين نجمت عن تصاعد وتيرة قدوم العائلات والشباب الهاربين من قمع النظام في مدن الشمال السوري. عم يفوتوا على بيوتنا، وفي ناس كمان جايين نسبهم بالاحتياط، وفي كمان ناس مطلوبين للجيش ما بدهم يخدموا نظام الأسد. إبراهيم نوزة الصالي. قتل أخي برصاص قناص حيث كنا نقيم في دمشق، فعدنا إلى القامشلي وبسبب سوء الوضع الاقتصادي هربنا إلى هنا. إنه مكان يصعب العيش فيه، رغم ذلك يرى سكانه أنه أفضل من البقاء في سوريا تحت رحمة القتل أو الاعتقال أو التجنيد. ورغم أن دوميز ملجأ آمن للشباب ويوفر احتياجات اقتصادية متواضعة للعائلات، إلا أنه لا يبدو مكانا مثاليا للأطفال الذين يلعبون قرب مجار سطحية ويعانون نقصا في الغذاء المتكامل، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة للمرض. من مخيم دوميز في مدينة دهوك قرب الحدود السورية، جمعة كاش، العربية.